مين هاد؟ هاد سليم يا خانم، واحد من رجالنا، في عنده شيء مهم بده يقول لك اياه. احكي. اليوم الصبح يا خانم شفت بدور الداية طالعة من بيتها في معها حرمة مغطية وشها، لعب الفار بعبي، طلعت ماشي وراهن، طلعوا برات الحارة. لوين راحوا؟ كان في عرباية ناطرتهم برات الحارة فيها اثنين رجال عبده، وكان معهم محمود الطيان، ركبوا معهم بهالعرباية وشدوا. أهلين نورية. يعطيك العافية أم محمود. الله يعافيك يا بنتي. طلبتني الخانم قلباني على الحارة. إيه؟ تفضلي. في شي غيره؟ هذا كل شي شفته يا خانم. جبر بدي الداية بدور. نورية وصلت يا خانم. حاضر. عايشة ولا ميتة؟ كيف بدك اياها يا خانم؟ عايشة. بدي اياها عم تتنفس. صارت عندك. اسمع منيح شو رح اقول لك. بدي عيونك يكونوا 10/10 على كل الرجال. ابني حسن طلع عن شوري، ونوري ملبوش هلأ مع عمه بموتة حمزة، يعني التقل هلأ رح يكون عليك انت بس. جايتنا ايام صعبة، بدي اياك تكون جاهز عالندها. كل شي رح يكون على خاطرك يا خانم. يعني ام محمود ها ما قالت لك ليش بدها يعني؟ لا ما قالت لي شي. كرمه لسليم، كل واحد بيجيب معلومة عن عبده بتكرمه، بعكس اللي بيتكتم على موضوع عن عبده هداك بتعدمه. بأمرك. الله يخلينا ياك يا خانم. حالي سليم. تفضلي. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يسلمك يا رجل. لا حول ولا قوة إلا بالله. خير شو صاير؟ توقيت خانو من قتلي. لك يا حاجة يا حاجة شفترة. خلصي خلصي وسدي حالك قليلة أدب مالك برقاية بنوم. أمي وين تركتي لي يا أمي وين تركتي؟ واحد مثلك بيضب لسانه بحلقه مختار. أيوه. إلي الحكي يا بدور الداية. يلا ليكون مو عاجبك. والله لما بدك تتمرجل على بنت مسكينة ميتة أمها أبصر كيف بدك تسمح لي فيها مختار؟ رح تسمع لك هالكلمتين. لا يلا رجعي عارف بيزير كمان.